السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع مستمعينا ومشاهدينا الكرام داخل أرض الوطن وخارجه. قبل الدخول في حصة اليوم، نطلب من الذين لم يلتحقوا بقناتنا أو أولئك الذين لم ينضموا لقناتنا قناة فنك سبور الرياضية، وهذا بتفعيل الجرس والضغط على زر الإعجاب ليصلكم كل ما هو جديد من قناتنا، القناة التي تهتم بشؤون المنتخب الوطني الجزائري وكذلك بآخر الأخبار المحلية والدولية. حصة اليوم سنخصصها لفقيد كرة القدم الجزائرية عبد الحميد زوبا الذي غادرنا هذا الأربعاء وانتقل إلى رفيق الأعلى عن عمره 87 سنة. الفقيد يعتبر قامة من القامات الرياضية وصنع مجد كرة القدم الجزائرية قبل وبعد الاستقلال، كيف لا وهو كان من بين الأوائل الذين التحقوا بمنتخب جبهة التحرير الوطني ولبى نداء الوطن، وهذا في نهاية الخمسينيات وهو في عز عطائه. هنا كان يلعب لفريق نادي نيور الفرنسي، وهو الفريق الذي دفع عن ألوانه في الفترة ما بين 1955 و 1958. وبعد الاستقلال التحق الفقيد عبد الحميد زوبا بفريق أفسي غرونج الذي ينشط في البطولة السويسرية كمدرب وكلاعب. وكذلك بعدها، بعد عودته إلى أرض الوطن، لعب عبد الحميد زوبا لبعض الأندية نخص بردك شبيبة الأبيار وفريق اتحاد بلعباس، وهو الفريق الذي أنهى مسيرته الكروية كلاعب لينتقل فيما بعد لعالم التدريب، وكان من بين المدربين الأوائل الذين أشرفوا على تدريب المنتخب الوطني الجزائري، وحيث تم تعيينه على رأس العارضة الفنية للخضر في سنة 1969 خلفا للمدرب الفرنسي لوسيان لوديك، وبقي على رأس العارضة الفنية للخضر إلى غاية 1971، كما أشرف على تدريب المنتخب الوطني في لخمس فترات متقطعة، آخرها كانت في سنة 2003، حيث عوض المدرب رباح ماجر بعد إقالته من تدريب الخضر. أقول دامت فترة عبد الحميد زوبا على رأس العارضة الفنية حوالي 5 أشهر، ليقرر بعدها ترك المنتخب الوطني في يوم 25 جانفي 2003، وذا من خلال المباراة الودية التي خاضها المنتخب الوطني الجزائري بالعاصمة الأوغندية كامبالا أمام المنتخب المحلي المنتخب الأوغندي في مباراة انتهت بفوز الخضر بهدف مقابل 0، سجله للتذكير لاعب عمار عمور في الدقيقة 63، ليتم بعد ذلك تعويض عبد الحميد زوبا رحمه الله بالمدرب البلجيكي ليكانس. ويعتبر عبد الحميد زوبا من بين الأسماء الذين صنعوا مجد فريق مولودية الجزائر، والكل لا يزال يتذكر تلك أو تلك الصور الرائعة التي صنعها لاعبو المولودية في المباراة النهائية التي خاضها هذا الفريق أمام حافية كوناكري خلال شهر ديسمبر من سنة 1976، وهو اللقاء الذي حسمه آنذاك الفريق المولودية بثلاثية لصفر، وكان الفوز حليف زملاء عمر البطروني بضربات الجزاء، مانحا فريق الكرة الجزائري أول لقب قاري بعد الاستقلال، وهو اللقب الذي فتح أو أقول مهد للكرة الجزائرية للفوز بعدة ألقاب قارية.
وفي 22 مارس 1977، وبالتحديد أقول في هذا التاريخ، أعطى عبد الحميد وفريقه المولودية الممثلون الرسميون لأفريقيا في الذكرى 75 لتأسيس ريال مدريد مع منتخبي الأرجنتين وإيران المتأهلين لكأس العالم 1978 درسا في كرة القدم لفريق الريال، نتيجة ذات بالرغم من فوز الفريق الريال إلا أن أداء العناصر المولودية قدمت في تلك الأمسية أداء لافتا، وهذا بحضور أيقونة الريال سانتياغو برنابيو، وهو الأيقونة التي يحمل هذا ما قل ريال اسم هذا اللاعب الكبير لفريق الريال. أقول ففي ذلك المساء يوم 22 مارس 1977 هتف 76,000 متفرج حاضرين في ملعب سانتياغو برنابيو في الشوط الثاني بعبارة تحيا الجزائر على إيقاع عمر بطوني والتمريرات تالي بن شيخ الدقيقة ومراوغات عيسى دراوي رحمه الله المقلقة في مباراة مثالية لا زالت راسخة في ذاكرة عشاق الريال، كل من تابع تلك المباراة وقد تحدثت عنها الصحافة الإسبانية وحتى العالمية كثيرا بعد أن الأداء الراقي الذي قدمته عناصر المولودية بقيادة المدرب عبد الحميد زوبا رحمه الله. كما أشاد أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية أقول في تلك الفترة أمثال بوسكاتش ودي ستيفانو وكوبا ونطرز بأسلوب اللعب الذي قدمته عناصر المولودية، وتم تكريم اللاعب السابق للمنتخب الوطني والفقيد كرة القدم الجزائرية عبد الحميد زوبا اعترافا لما قدمه ليس لفريق المولودية فحسب بل لكرة القدم الجزائرية والعربية والإفريقية. وكلما حل الذكرى الفتح نوفمبر يتذكر الكثير ظروف تأسيس منتخب جبهة التحرير الوطني الذي الفريق هذا المنتخب الذي رفع راية الجزائر في المحافل الدولية حين كان إخواننا المجاهدين في الجبال يكافحون ويناضلون من أجل طرد المستعمر الفرنسي الغاشم، إلى أن حل ذلك اليوم البهيج يوم 5 جوليا التي رفرف فيها العلم الجزائري خفاقا في مختلف ربوع الوطن الجزائري الغالي. ولا يزال وقبل وفاة المرحوم عبد الحميد كرمالي بقي يتذكر تلك الفترة التي تأسس فيها فريق أو أقول منتخب جبهة التحرير الوطني، ويقول في هذا الإطار في حوار كان قد خصني به في جريدة الشباك في ربيع 1995، ومما قاله لي وبصريح العبارة أن منتخب جبهة التحرير كان سندا قويا للثورة التحريرية في المحافل الدولية وإسماعها في مختلف البلدان سواء في الدول العربية أو في آسيا وأوروبا، وهو الأمر الذي حرصنا على تجسيده. يقول الفقيد عبد الحميد زوبا من حيث النتائج الإيجابية والوجه الطيب الذي جعل الفريق أقول الفريق يبرز من يوم إلى آخر. وعن سؤال كنت قد طرحته على الفقيد، كيف قبلتم فكرة الالتحاق بتونس ورغم ظروفكم الجيدة في البطولة الفرنسية، والذي كان يلعب كما سبق الذكر لنادي نيور الفرنسي؟ وأجاب حين الفقيد عبد الحميد زوبا: كنا واعين بالقضية الوطنية بدليل أن هجرتنا إلى فرنسا كانت لأسباب اضطرارية وهو البحث عن العمل، وحين طلب منا تشكيل منتخب جبهة التحرير الوطني لبينا النداء دون أي شرط.
وعن سؤال: ما هي الجوانب التي كان يركز عليها مسؤولو الثورة حين يتحدثون معكم؟ أجاب الفقيد: كانوا يدعون إلى ضرورة خدمة الثورة كل حسب موقعه، وبحكم أننا نلعب بالكرة فكان علينا أن نعطي صورة مشرفة حتى تعرف الشعوب الأخرى وضعية الجزائر وقضيتها العادلة ضد الاستعمار الفرنسي، بدليل أننا نلنا تعاطف مختلف الشعوب والسياسيين في البلدان التي زرناها، وكنا بالفعل خير سفراء للثورة التحريرية. ومما قاله لي الفقيد كذلك في ذات الحوار الذي خص بجريدة الشباك، يتذكر كان ولا يزال يتذكر عبد الحميد زوبا الزعيم الراحل زعيم الثورة التحريرية وأول رئيس بعد الاستقلال فرحات عباس، حيث قال لي بصريح العبارة: نحن السياسيين لما نتكلم يسمع لنا 200 شخص، أما أنتم حين تبرزون. والقول هنا لفرحات عباس رحمه الله، يقول أو أم وهو يخاطب الفقيد عبد الحميد زوبا: أما أنتم حين تبرزون في الملعب يشاهدكم الآلاف، وهو ما يسهل نقل القضية الجزائرية في أوسع نطاق. وعن المنحة التي كان يتلقاها لاعبو جبهة التحرير الوطني آنذاك، أجاب قائلا: كنا نتلقى منحة تقدر ب10 دنانير فقط. ولما سمع فرحات عباس رحمه الله يقول عبد الحميد زوبا رحمه الله بتألقنا في دورة كروية بالخارج زاد لنا الدينارين، في تلك الفترة لم يكن همنا المال، لأن مسؤولي الأفلان يطالبون بالتضحية من أجل إيصال رسالة الثورة إلى أبعد حد ممكن. كما كنا ننام على أسرة عسكرية. وبرحيل عبد الحميد زوبا تكون كرة القدم الجزائرية كما سبق أن ذكر في بداية هذا الموضوع قد فقدت قامة من قاماتها الرياضية. وبهذه المناسبة تقدم الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي بتعازيه الخالصة لوفاة أسطورة فريق جبهة التحرير الوطني عبد الحميد زوبا. وقال الكوتش بلماضي في رسالة التعزية قدمها لعائلة الفقيد: منذ شهرين فقط كان شرف لي زيارة الراحل الشيخ حميد زوبا في منزله، أن أحييه وأسمع من هذا الرجل العظيم الذي قدم الكثير لكرة القدم الجزائرية. وهكذا. وأضاف يقول الكوت جمال بالماضي: واليوم أنا متأثر جدا بوفاة الشيخ عبد الحميد زوبا المدرب والمربي والفني المتميز في تاريخ كرة القدم الجزائرية. وتابع يقول الكوتش جمال بلماضي: في هذا الظرف الحزين والمؤلم أود أن أتقدم بأحر التعازي لأسرة الفقيد وأقاربه وأصدقائه، وإلى الشيخ محمد معوش رحم الله القدير الفقيد في جناته الواسعة، ورحمه الله. بدورنا نتقدم كذلك بتعازينا القلبية إلى عائلة الفقيد، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة، وأن يسكنه فسيح جنانه العالية، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. نضع نقطة نهاية هذا الموضوع إلى أن نلتقي في حصة جديدة متجددة. هو كريم ماضي يتمنى لكم دوام الصحة والهناء وخير الكلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.